على بركة الله السيد علي التاكي نائب والي ولاية أمن وجدة يتفضل لقطع الشريط وتنشين المقر الجديد لجمعية العائلية لمتقاعد رجال الأمن الوطني وذوي الحقوق فليتفضل مشكورا. Yeah.
في ولي عهده وسائر الأسرة المالكة، والسلام على المقام العالي لله، والسلام على المواطن لله. السيد والي الأمر يتفضل يقول لنا الكلمة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشكركم على دعوتكم لولايتنا الشاب والعام، ولم يكن الله لنا عن التزامات بالامس من الرياض مشاركه 95 الاتفاق لكم بالمناسبه التاسيس على العمل الوطني. وكنشكركم انكم مازال شفتين بالاداره ديالكم، وان شاء الله يكبركم سيكون حتى هما عقابكم مازال جزء منهم، ولا تبقاو جزء منهم الى ان يلقى كل واحد مولع. كنعتبركم باقيين معنا، وعليك ان المرحومين اللي شفتهم كانوا زملاء ديالنا، قال الله سبحانه وتعالى كنعتبركم حتى هما ولا حاجه. اللهم بخير مازال شي مجهود اللي نقدروا نديروا راه نديروا ونديروا. وهنا الامر ديالنا نديروا حاول المساعده اللي كان لنا راه نكون راه الاشاره من المتقاعد ديالها وعلى الاطلاع من الشرطين اللي رحمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهنيكم على الذكرى ونشكركم على هذا الحدث ديالكم وتجربه وتحياتنا الكبيره للجيش الذي يكون لكم على ديالكم ومعكم شكرا علينا. شربت شويه عبد الشكر صاحبك شويه.